آيات من هدي القرآن تخفى عن فهم الأذهان، تحتاج سنات تبيان، فسرها صح، فسر بالعلم الوهاج، وانطق قولا بالمنهاج، وانشره نورا وسراج، فسرها صح، فسرها 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 صح. القرآن الكريم كتاب هداية، وهو روح وحياة ونور وضياء وشفاء ودواء، فوجب على الأمة تعظيمه والإقبال عليه، ومن تعظيمه فهم آياته ومعرفة معاني ألفاظه على الوجه الصحيح الذي يريده منزله جل وعلا. فسرها صح إثارة شيقة للروح والعقل للعودة للقرآن وفهم معانيه، إنه كلام رب العالمين فلنعظم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم مشاهدين الكرام في برنامج فسرها صح. هذا البرنامج المميز، مميز لأنه يتكلم عن أعظم كتاب في الوجود وهو القرآن الكريم. مشاهدينا، أكيد في بعض الكلمات والمفردات في القرآن الكريم البعض يفهمها بمعنى مختلف عن المعنى المقصود. مهمتنا اليوم أننا نسأل ونشوف الناس فاهمة المعنى الصحيح ولا لا. سؤال اليوم، قال تعالى: وإذا أظلم عليهم قاموا، ما معنى كلمة قاموا؟ فسرها صح. قال تعالى: وإذا أظلم عليهم قاموا، ما المقصود بكلمة قاموا؟ يعني إذا حرفي نفسرها أنه يعني تحركوا من مكانهم، يعني أحياهم بعد الموت، ترك يعني مكثوا في الموقع اللي كانوا فيه. إذا أظلم عليهم لم يتحركوا، وقفوا في الموقع اللي كانوا فيه. إلا فإذا أظلم عليهم قاموا، وإذا جاء النور مشيوا كالذي يمشي في الظلمات. قيام الليل، قيام أصحاب الكهف، أعتقد أنه في إشارة إلى هذه الجزئية تحديدا من الظلمات. يعني قام بطاعة الله، في طاعة الرحمن، أو في شيء زي كذا، اللي هو النوم. يعني إذا أظلموا عليهم أو الظلمات، يعني سودت عليهم أو زي كذا، قاموا إلى الصلاة وكذا، قاموا يعني صحوا. الله ما في فكرة. أعتقد بأنه هنا القيم هو العكس، يعني مكثوا. إذا أظلم عليهم قاموا، إذا أظلم عليهم قاموا، يعني ثبتوا، أو يعني الله عليك، جاوبت صح. فسرها صح. قال تعالى: وإذا أظلم عليهم قاموا، إذن معنى كلمة قاموا أي ثبتوا مكانهم متحيرين، وليس معناها أنهم كانوا قعوداً فوقفوا. بكذا وصلنا معاكم إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج فسرها صح. نشوفكم في الحلقة القادمة، في أمان الله. آيات من هدي القرآن تخفى عن فهم الأذهان، تحتاج سنات تبيان، فسرها صح، فسر بالعلم الوهاج، وانطق قولا بالمنهاج، وانشره نورا وسراج، فسرها صح، فسرها 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 صح.